بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. الحقيقه النهارده حلقتنا مختلفه بعض الشيء، يمكن كنا دايما متعودين بيبقى في انترو مجموعه من الاخبار، ولكن النهارده الحقيقه هنبتدي بالفقره الحواريه اللي بتبقى النص الثاني من حلقتنا. يمكن جمهور النادي الاهلي، اعضاء الجمعيه العموميه عارفين اكتر، يمكن جمهور النادي الاهلي المنتشر في كل حته في مصر وخارج مصر، الحقيقه يمكن بنعرف له اكتر واكتر الالعاب اللي بيحتضنها النادي الاهلي. من احد اهم الالعاب في النادي الاهلي واقدمها يعني من الالعاب القديمه زي التنس الارضي وزي السباحه، الغطس. الغطس من الالعاب القديمه واللي بتمارس في النادي الاهلي من سنين طويله. الحقيقه الغطس قصتها باختصار انه كان عندنا من اكتر من فتره طويله جدا، لو بتكلم من 20 سنه وطالع، كان عندنا الحقيقه ازمه كبيره في الغطس، وكنا دايما بناخد يعني ترتيب كويس ولكن ما بنوصلش للاول. كان الاول دايما منافسه كبيره ولكن بتتحسم في الاخر نادي هليوبلس بشكل كبير. من 4 سنوات او 5 سنوات تحديدا النادي الاهلي يعني اهتم جدا باللعبه دي. طبعا تولى المسؤوليه كابتن طارق نبيل وبدا يبني الفريق، بدا يبتدي بالبراعم، وكان لينا يعني وكان ليا الشرف ان كان في حلقه من 5 سنوات تقريبا مع كابتن طارق نبيل وايضا كابتن طارق الصغير، واتكلموا عن بدايه مشروع الغطس في النادي الاهلي. طبعا 5 سنوات شغل يلزم في الاخر باذن الله يكلل بالنجاح. السنه اللي فاتت فريق الغطس خد الدرع العام في كل الاعمار سواء براعم ناشئين او عمومي، ولكن خسرنا كؤوس في بعض المراحل. السنه دي كان لازم يكون في تطور وكان لازم يكون في شغل اكتر. السنه دي برضو خدنا الدرع العام ولكن بكؤوس اكتر، كان 9 كؤوس ما بين براعم وناشئين وعمومي، فزنا ب8 من اصل 9 كؤوس. يعني معنى كده ان انت مش بتفوز بس بالدرع العام اللي هو مجموع النقاط ومجموع الكؤوس اللي بتحصل عليها، ولكن فزت زي ما بيقولوا يعني باقتدار. فالنهارده حلقتنا عن الغطس، وهيبقى معانا كل يعني الاعمار من بدايه من البراعم والناشئين والعمومي، وهيكون معانا لاعبين اولمبيين، هيكون معانا كابتن ماهر عبد السلام كمان نجمتنا الاولمبيه اللي وحشتنا بصراحه، واللي كانت بتلعب في امريكا واللي لعبت اولمبيات ريو دي جانيرو، ويعني لعيبه اولمبيه يعني وبنت النادي الاهلي هتكون معانا. فالنهارده كل الاعمار هتكون معانا، وهنعرفكم اكتر عن الغطس وحجم الجهد المبذول ويتمرنوا فين وعدد ساعات تمرينهم وبتبتدي من اعمار قد ايه. مهم جدا جدا ندي للفرع ده حقه وجهده المبذول. في البدايه برحب بكابتن محمد العسال مدير قطاع الناشئين، منورني في الاستوديو. اهلا بيك يا كابتن محمد. اهلا وسهلا، والف مليون مبروك، نتائج تحيه جيده، نتمنى ان شاء الله ليكم المزيد والمزيد. امين. بنرحب طبعا ب يعني لاعبه النادي الاهلي في الغطس تحت 13 سنه يارا وليد. ازيك يا يارا؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. مبروك. الله يبارك حضرتك. ومعانا كمان هادي طارق من احد براعم النادي الاهلي تحت 13 سنه. ازيك يا هادي؟ الحمد لله. مبروك. الله يبارك فيك. ومعانا كمان عمر يحيى 13 سنه من براعم النادي الاهلي. اهلا بيك يا عمر. ايه مش عايزكم تفكوا كده؟ ايه الموضوع؟ عايز بقى ايه ضحك وهزار كده؟ انتوا ابطال وما شاء الله عليكم، يعني حققتوا نتائج كويسه جدا. كابتن محمد اجي لك، يمكن هنتكلم عن البراعم اكتر لان طبعا اللي قاعد معانا 13 سنه. هو 13 ناشئين. ناشئين ماشي، 13 براعم من 8 ل 11، 13 ناشئين هنتكلم عنهم، بينطوا او القفز بتاعهم من كام؟ هل هم اولاد النادي الاهلي؟ تم الشغل معاهم من زمان؟ يعني كلمني عن النجاح اللي نجحناه ازاي ده، وكان مشواره ازاي؟ بص، احنا قبل ما نتكلم عن البراعم احنا عندنا الفرقه التجهيزي الاول والاكاديميه، فاحنا بنختار من التجهيزي ده الجزء اللي هيشارك معانا في البراعم. البراعم عندنا 3 مراحل، مبتدئ متقدم متميز. المبتدئ بينط 1.3 متر والمتقدم المتميز بينط 1.3 متر. ممتاز. القاعده الكبيره اللي المفروض نهتم بيها هي البراعم، لان هي اللي بتفرج بعد كده للمراحل اللي بعد كده. الناشئين بقى بيخش ناشئين وعمومي، هو ده اللي بيكمل. صحيح. وكلهم ولاد النادي، يعني مرحلة البراعم ما فيش حد من بره النادي، كل ولاد النادي اللي بنهتم بيهم في الشغل بتاعنا يعني. نعم. او اساس الشغل بتاعنا الولاد دول. طب احنا عندنا كام اكاديمية للغطس في النادي الاهلي؟ كام اكاديمية في كام فرع؟ ولا هي فرع واحد؟ فرع، لا، فرع مدينة نصر وفرع الجزيرة فيهم اكاديميات للغطس. اكاديميات. بيجي في الصيف بقى الاختبارات، والاختبارات كنت بتبقى في الشتاء عشان تضم طبعا لمرحلة البراعم. ده من الاكاديميات بقى، بتكلم على اكاديميات، بيختبروهم امتى عشان تنتقل عناصر مميزة تدخلهم البراعم؟ هو احنا على فترات كده بنبتدي يعني مثلا احنا السنة دي عاملين 2015 اللي هيبتدي يتصعد، فاحنا مهتمين بيهم في خلال الفترة الجاية، دول اللي هيبتدي نشتغل معاهم بالظبط ان هم يتصعدوا الفترة الجاية للفرق. وكل فترة كده بنبتدي نصعد المجموعة اللي احنا محتاجينها للفترة الجاية تشتغل اكتر. يعني احنا عندنا الشكل هرمي شويه، القاعده بتبقى كبيره جدا، بعد كده بيتم الانتقاء. الانتقاء في الانتقاء، وده وضع طبيعي في اي رياضه، بس الرياضات الفرديه بتبقى الموضوع يعني اصعب شويه، لان انت بتحتاج قاعده كبيره وبتحتاج مجهود اكبر ان انت
تختار منهم مجموعه اللي هتقدر تكمل، وبعدين انت لو اخترت 10 فانت اللي بيوصل لك 2 مثلا. طب سؤال يا كابتن، يعني كان زمان قاعده الغطس انا كنت اطلع الاقي عدد اللعيبه قليله على الحمام، يعني الكلام ده مثلا نتكلم من 10 سنين ولا حاجه. دلوقتي الله اكبر بلاقي عدد. طيب عملتوا ايه؟ ازاي خليتوا الغطس لعبه جاذبه لاولاد النادي وبنات النادي الاهلي؟ بص، هي الفكره كلها في المنظومه والثقافه. يعني ثقافه بمعنى الناس يا كابتن، المنظومه الاول منظومه النادي الاهلي. منظومه النادي. تمام، ايه اللي بيميزها؟ اللي بيميزها وجود مدربين كفء، شكل التمرين بقى شكله احسن، الناس كمان ثقافتها اتغيرت، ان هي مش سباحه بقى انا جاي امرن ابني سباحه فانا تمام ده اللي انا عايزه، لا بقى في بطولات كمان، فالناس بدات يبقى عندها شغف اكتر. تمام. انها تشارك في اللعبه دي، فدي حاجات كتير اثرت طبعا على العدد اللي موجود دلوقتي. طيب دي المنظومه، ايه تاني حضرتك قلت كمان الثقافه بتاعت الناس. الناس ان هو الناس خلاص بدات تفكر ان الرياضات اللي هي الكوره والالعاب الجماعيه ممكن تبقى تستنى عليها شويه. نعم. فممكن تجي لك الغطس فانت بتكتشف موهبه واحد جديد. يعني كان الاول انا عايز ابني يلعب كوره، انا موجود في النادي الاهلي عشان ابني يلعب كوره، لا النهارده بيلفوا على الرياضات الموجوده كلها غطس، وبعدين بقى في نتائج فالناس بقت تبص لدعم النتائج، طب ما انا ممكن اروح ابص. فممكن تلاقي واحد مش دماغه خالص ان هو يروح الحته دي ويجي ويطلع هو موهوب اصلا. صحيح. فيكمل في السكه دي. يعني انت شايف انه الدنيا في تطور طبعا، بالذات في الغطس. انا كان في الغطس ان الدنيا في تطور، بقى عندك قاعده تقدر تختار منها اكتر، بقى في اقبال من اولياء الامور على انه يشاركوا في لعبه زي دي اولادهم يلعبوا. والناس بتيجي زعلانه لما بيبقى فعلا. احنا بناخد من 6 سنين مثلا، فيجي لك واحد 9 سنين ويقول لك انا عايز اشارك، فانت تقول له كبر صعب وكبر وبتاع، فبيبقى متضايق. يعني انت الناس كمان بقت جدا حابه انها تبقى موجوده في المنظومه يعني. طب يا راجيلك بقى، انت ليه اخترتي الغطس قولي لي؟ يعني انت اللي اخترتي ولا بابا وماما وجوكي؟ هو في الاول انا كنت بتلعب غطس قبل. مين اللي كانت بتلعب قبلك؟ هنا وليد. اختك. ما احنا ما نعرفش هنا، مش دي ما نعرفش هنا. فاختك اللي اكبر منك كانت بتلعب. كانت بتلعب غطس ولا بتلعب ايه؟ غطس. تمام، عجبتك اللعبه؟ فهي بدات تشجعني بقى وكده وكده، دخلت فطلع لي مستقبل بقى. طيب وما خفتيش من الغطس؟ انت بتنط يعني؟ لا خالص، بالعكس انا متحمسه قوي جدا. طب انت بتنط 5 متر؟ 7 كمان. الله اكبر، يعني ده انت عديت الخمسه كمان، يعني شويه كده نلاقيكي بقى بتنط ال 10 متر بقى ان شاء الله. طيب قولي لي، يعني عملت ايه السنه دي؟ ايه الانجاز اللي انت عملتيه؟ قولي لنا، احكي لنا. جبت 3 اول. ما شاء الله، قولي لي 3 اول في ايه؟ احكي لي بقى، مش هنعدي كده على طول يا يارا. جبت اول من 3 اول؟ 3 متعدي 3 متر. تمام. متر ومن ثابت. يعني انت جبت في الثلاث بطولات اللي اشتركت فيها كابتن جابت ذهب. ذهب ما شاء الله، يارا من اللعيبه المميزين في الفرقه يعني. لسه كابتن طارق بيقول لي دلوقتي يعني ان شاء الله ليك مستقبل كويس ان شاء الله. طيب دخلت، مين اللي كان بينافسك بقى؟ يعني مين في الانديه الثانيه كنت شايفاهم بينافس معاكي وكنت متابعه نتائجه؟ ممكن يعني اللي كده هيكون مثلا سموحه وهليوبلس. سموحه وهليوبلس لعيبتهم كويسين. طب انت لما جبتي بقى اول ذهب جبتيها كان كم ارتفاع قد ايه؟ متر اول ذهب ولا كانت الثلاثه ولا كانت الخمسه ولا ايه؟ لا كانت متر. متر وبعد كده 3 متر. 3 يعني اول ايفنت بتشاركي بيه هو المتر. كان فين الماتشات دي؟ لا تبقى في مواجهه كتيره، يعني مثلا كانت بتبقى مثلا في اليابلس او جزيره او تبقى مثلا في سموحه كده. طب هو كابتن عشان تاخد الذهب هي بتبقى قفزه في يوم واحد ولا بتبقى مجموعه قفزات؟ عندها 8 نطاط بتعملهم في دورها، يعني كل ولد بيطلع ينط نطته وياخد نمره ودرجاته، وبعد كده الدور اللي بعديه تطلع تعمل النطه اللي بعديها 8 مرات. 8 محاولات، 8 غطسات مختلفه. تمام. ومجموع السكور بتاعها اللي بيديها بقى الاول التاني ده بيبقى في يوم واحد. في يوم واحد. طب هي بالنسبه لها مثلا يارا لعبت مباراه متر والثلاثه والخمسه مش في يوم واحد؟ لا متر يعني يوم والثلاثه يوم وثابت يوم. كل ده بقى طبعا عشان الايام دي هم 3 ايام ورا بعض، اعداد رهيب. طبعا. يعني انت بتتكلم يوم بس احنا ربطنا، ما هو بالظبط انت يعني عشرات المرات احنا بمجهود الثلاث اربع اشهر بتوع الصيف مثلا بينفذوا في يوم، مش يوم هي ثانيه ساعتين هي ثانيه ثانيه النطه هي النطه ست، ما هو النطه ثانيه جمع 7 8 ثواني بالظبط. هو ده مجهود السنه كلها في الوقت ده. طب وليه يا رنا لما بتقفي على البساط عشان تنطي او الستاند عشان يعني تنطي بتبقى قلقانه؟ في البطولات ببقى قلقانه شويه عشان عايزه ناخد النطه، لكن في التمرين ما بالحركه لما تبقى جديده ببقى انا شويه، لكن لما خلاص بقى اتعودت عليها مش ببقى قلقان. طب الكابتن بيقول لك ايه وانت طالعه؟ هي حركات وحركات. ايه بقى قولي لي؟
يعني الحركه انا متعوده ان انا اعملها وعملتها وحش، ده ممكن يتضايق مني، مش هيزعق يعني يتضايق، لكن لو حركه لسه اول مره هيشجعني. بزعل آه. انا لا ده ايه بقى بالله يقول لي؟ لا هو تعليمات جوه التمرين، تعليمات جوه التمرين علشان هي تبقى مركزة. منتبه معايا ان هم. طب بامانه يا رب من اللاعبات اللي بتقلق ولا ما شاء الله قلبها جميل؟ لا لا يعني بقارن بالولاد على طول. لا هي ما شاء الله ما شاء الله. طب خلينا نروح للولاد. هادي انت بتلعب تحت 13، قول لي بقى عملت ايه السنه دي؟ جبت من ثابت جبت خامس ما شاء الله، وجبت من 3 متحرك جبت خامس برضو. كويس برافو. وجبت من متر اول ما شاء الله. انت المتر كنت معدي بس انت عينك بايظه، الكلور مبوظه خالص يا ايدي خالص ما شاء الله. يعني انت بتفتح عينك تحت الميه يعني ما فيش، مع الارتفاعات العاليه مع القفز ده اكيد بيعمل لك مشاكل في عينك. طب قول لي يعني انت ليه بالاصل اخترت الغطس؟ لا يعني ولا هي جت كده؟ حبيتها. طب انت لعبت سباحه الاول؟ لا رحت الغطس. راح الغطس على طول. كنت بلعب جمباز قبلها وبعديها سبت وكملت في الغطس. لا تعالى لي بقى، هي الجمباز بوابه صح؟ طبعا. انت كنت بتلعب جمباز الاول وكنت نفس الحركات اللي بتعملها في الجمباز هي اللي بتعملها في الغطس؟ لا كانت مختلفه بس، فعشان كده يعني ما كانتش متطابقه مع الدايفنج. فانا اصلا كنت داخل الجمباز عشان الدايفنج، عشان اظبط جسمي عشان الدايفنج، سبته عشان كانت حاجاته مش متطابقه مع الدايفنج. طيب قول لي انت لما بتقف على الستاند وخلاص يعني هتنط النطه وفي حكام قاعدين وباصين عليك، بتقلق ولا زياره كده ما فيش قلق؟ لا في اول نطه لما بعملها كويس ببدا بقى ان القلق يخف خالص، وان انا خلاص ان انا عملتها كويسه، فانا خلاص القلق راح خالص فعلا. طب حد من اخواتك بيلعب غطس ولا؟ كانت اختي الأكبر. كانت اختي الكبيره كبيرة. اكبر واحده كانت اسمها مريم، كانت بتلعب ووقفت لغايه متميز وبعديها وقفت خالص، بس دلوقتي طبعا بتلعب باليه. باليه بس هو الباليه والجمباز والغطس كله يعني بيبقى واخدين من بعض، فيهم روح كبيره جدا. طيب ايه اكتر حاجه بتحبها في الغطس؟ ايه اللي بيخليك رايح التمرين مبسوط؟ ايه ما انت شايل شنطتك كده ورايح وبتاع، ايه اللي بيحببك في الغطس؟ ايه اكتر حاجه يعني بتحبها؟ بطلع زهقي، لان انا ببقى زهقان في البيت، فيعني لان انا جربت، لان انا لما بريح بحس بزهق في البيت، ويعني الغطس بيخليني اللي هو طاقتك وتبقى مبسوط بدل ما اقعد في البيت اجري واعمل شقلباظات اجري وتكسر في الحاجه وتلعب بلاي ستيشن. لا انت هنا بقى بتروح التمرين. طب خلينا نشوف برضو يا عمر. عمر ايه بقى قول لي عملت ايه السنه دي؟ جبت رابع من المتر. لا انا صوتك يا عمر عايز اسمع اسد في الاستوديو. جبت رابع من على المتر. برافو. وجبت اول من على 7 متر. اول في 7 متر. 7 متر على طول ما شاء الله. يمكن يارا وعمر بينطوا سبعات وهادي وكمان بينطوا سبعات ما شاء الله. الله هو البورد الثابت متر 5 و7 و10 بس ال 13 سنه بينطوا 5 و7 بس. ما الله اكبر يعني انا شايف برضه حتى 7 دي برضه يعني مش قلقانين من نط 7 متر ده كتير قوي. ده انا بخاف انزلوا على السلم يا ابني، انت بتنطهم ازاي؟ طيب قول لي ليه الغطس؟ ليه اخترت الغطس؟ عشان اخويا كان بيتمرن غطس فكنت نفسي اجرب يعني. اخوك اكبر منك بكتير؟ فاكر اول مره حاولت تنط؟ فاكرها؟ كان عندك كام سنه؟ يعني كنت خارج من السباحه فكنت لا استنى، انت كنت بتلعب سباحه. انت غير هادي كان بيلعب جمباز، انت كنت بتلعب سباحه وجمباز الاثنين، فكنت خارج من التمرين وبعدين؟ خارج من التمرين فشفت اخويا فكنت عايزه اجرب انط زيه يعني. فين بقى؟ كنت في مدينه نصر ولا في الجزيره؟ في مدينه نصر. مدينه نصر. وقفت على متر ونطيت؟ عجبتك القصه. طيب قول لي بقى بدات تتمرن، فاكر عندك كام سنه؟ 6 سنين. 6 سنين. طيب برضو نفس السؤال ليارا ونفس السؤال اللي سالته لهادي، ليه بتحب الغطس؟ عادي يعني عشان بكون عايزه انزل الميه وعايزه انط يعني. طب في الشتاء ايه الوضع؟ ثلاجه؟ عادي يعني. تروح تمرين في الشتاء؟ الساعة كام؟ عادي يعني في أي وقت عادي. الصبح بدري بتروح عادي، ما بتبدأوش بقى المدرسة وأروح بدري وبتاع، بتروح عادي بتتمرن. عادي. طب نفسك إيه؟ نفسك تعمل إيه في الغطس؟ نفسك توصل لإيه؟ عايز تطلع أولمبياد؟ عايز توصل تروح مثلا أمريكا تلعب في جامعة زي كابتن مها؟ عايز تعمل إيه؟ عايز أسافر يعني كده. طيب وأنت سريعا برضه قول لي أنت نفسك تعمل إيه؟ أبقى بطل وأسافر. خلي بالك احنا بنسجل لك، فبعد شويه لما تبقى بطل هنقول لك انت قلت كده وانت صغير. طيب وانت يا ورا نفسك تبقى ايه؟ انا عايز اخلص ثانويه عامه بعد كده اروح سكولرشيب ومن ساعتها بقى العب اولمبيكس. هيحصل ان شاء الله، طالما دي احلامكم هيحصل.
والكاميرا عندنا كاميرا الابطال مسجله لكم كل حاجه. انا بشكركم شكرا جزيلا. احنا يعني طبعا يعني فقرات وكل اللعيبه معانا. بشكرك طبعا كابتن محمد العسال مدير قطاع الناشئين، والف مليون مبروك. الله يبارك. نورتني يارا، نورتني وشرفتني. ان شاء الله تبقى نجم قد الدنيا ان شاء الله. وبشكر طبعا هادي طارق، مبروك وان شاء الله نشوفك بطل كبير. بشكر طبعا عمر يحيى، وشد حيلك يا بطل، عايزين نشوفك بطل كبير. اعزائي المشاهدين، مكملين معاكم مع الغطس في النادي الاهلي. دي كانت اولى فقراتنا، هنطلع لفاصل ونستقبل المزيد من ابطال مصر في الغطس، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ومكملين حلقاتنا مع الغطس في النادي الاهلي ابطال الدرع العام للموسم الثاني على التوالي. برحب بكابتن عمر كاشف المدرب العام لفريق الغطس. اهلا بيك يا كابتن عمر. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، منورنا والف مليون مبروك. ربنا يخليك كابتن هيثم، تسلم. الله يبارك في حضرتك. طبعا بنرحب بسامه خالد نجمه النادي الاهلي تحت 18 سنه وضيفتنا دايما اللي معانا. اهلا بيك يا سامه. اهلا بحضرتك. بنرحب طبعا بهنا وليد لاعبه 15 سنه. اهلا بيك يا هنا. اهلا بحضرتك، منورانا ومبروك. الله يبارك في حضرتك. ومعانا ريتاش سامح كمان تحت 15 سنه، بنرحب بيك يا ريتاش. شكرا. كابتن عمرو اجي لك، يمكن انجاز كويس. يمكن السنه دي وضحت انا في بدايه الحلقه ان احنا السنه دي واخدين 8 اوفر 9 من الكؤوس، يعني 8 كؤوس من 9، وده انجاز. السنه اللي فاتت خدنا الدرع العام ولكن ما كانش بعدد الكؤوس ده. الكؤوس ده نتيجه ايه يا كابتن؟ خاصه ان النتائج 99% من اولاد النادي. والله هو الحمد لله، يعني التوفيق من عند ربنا الاول، وهي خطه احنا شغالين عليها من 4 سنين، وموضوع كان مجهود متكامل من أسرة الغطس كلها. أسرة الغطس طبعا كابتن طارق النبيل المدير الفني، كابتن محمد العسال مدير قطاع الناشئين، وطبعا كل الكلام دوت. احنا كان في برنامج وكان لينا تارجت من 4 أو 5 سنين كنا عاوزين نوصل له، ان احنا ماشيين للتارجت ده واحده واحده. فالحمد لله ربنا وفقنا. السنه اللي فاتت خدنا الكاس العام، الدرع العام. صحيح. للسيزون كله، كاس مصر والجمهوريه. الحمد لله السنه دي برضو ربنا كرمنا تاني سنه على التوالي زي ما حضرتك قلت. بس السنه اللي فاتت ما كانش بنفس الانجاز بتاع السنه دي. السنه دي الحمد لله ربنا كرمنا، النقط، مجموع النقط، الاولاد كلهم مستواهم متحسن، فكان الدرع العام الحمد لله بجداره احسن من السنه اللي فاتت. اكيد يا كابتن، واكيد لسه عندنا الجديد، يعني لسه الله. عندنا السنه الجايه اكيد اكتر واكتر ان شاء الله. حضرتك عارف ان طول ما احنا ماشيين الحلم بيزيد وبيكبر، والحمد لله ان شاء الله احنا في انجازات ثانيه، وفي دراسه ليها ان احنا نوصل لاحسن من كده باذن الله. هل عندكم حلم يا كابتن من ضمن احلامكم ان انتوا توصلوا يبقى عندنا 10 زي ما عبد السلام، عن لعيبه، عندنا لعيبه بتوت عالم موجودين وهيكونوا معانا كمان شويه، بس هل عندكم اكتر امل كبير ان انتوا تحققوا على المستوى الدولي او تقدموا لمصر على المستوى الدولي مجموعه من الغطاسين اللي موجودين قبل كده؟ باذن الله، يعني هو ده التارجت بتاعنا، ان احنا نرتقي بكل الولاد بتوعنا، كل ولاد النادي الاهلي، ان هم يبقوا كلهم للمستوى الدولي ان شاء الله. ان شاء الله. وانتوا قدها حدود يا كابتن باذن الله. سامه جيلك، يمكن كنت معانا من سنه وقلت انا بحلم وبحلم وبحلم، صح؟ حققت اللي بتحلمي بيه لغايه دلوقتي ولا لسه؟ لا لسه شويه، لسه بحلم من الجامعه. كويس. قولي لي بقى انت عملت ايه السنه دي وشاركت في ايه يا سامه وخدت ايه؟ يعني كلمينا بقى عن مشوارك السنه دي. السنه دي البطوله اللي فاتت دي في بطولتي جبت ميداليه واحده الفضه. كانت دي اول بطوله، اول اللي هي بطولتي الاساسيه. اه سبورتنج. كانت في نادي ايه؟ كانت في نادي الجزيره. خدت فيها كام؟ خدت فيها فضه بس. فضه. طب وبعد كده لعبت ايه؟ كان كده كان ارتفاعات ايه؟ قولي تفاصيل بقى اكتر يا سب. خدت فضه على الثابت اللي هو ثابت اعلى حاجه اللي هو 7 متر؟ اه 7 متر. تمام. وبعد كده لعبنا ايه بقى بعد البطوله دي؟ بعد كده لعبنا العمومي بقى اللي هي الأكبر. انت بتلعبي عمومي؟ ما هو لما بحقق في بطولتي بخش عمومي. ما شاء الله. طب احنا ما نعرفش المعلومه دي والساده المشاهدين برضه، يعني انت لما بتحقق في سنها لاعبين الناشئين اللي بيحقق في البطوله بتاعته او في المرحله بتاعته ليه الحق ان هو يدخل عمومي. ممتاز. فسامة كان ليها الحق ان هي تشارك في العمومي، والحمد لله ربنا وفقها في العمومي. عملت ايه بقى في العمومي؟ عملت في الفردي جبت برونز، وبعد كده نزلت سينكرو وجبت فضه برضه. ما شاء الله، يعني انت في مرحلتك جايبه فضه والعمومي كمان واخده ميداليات، فده يدل ان شاء الله المستقبل ليك يعني. ما شاء الله. طيب يعني دول الثلاث بطولات اللي دخلناهم بس، وهل دخلنا في حاجه ثانيه ولا لا؟ يعني هو كابتن قال دوري وكاس، صح كده؟ الكاس عملنا فيه ايه؟ يعني ايه؟ يعني لعبنا الكاس فين؟ عملنا فيه ايه؟ لعبنا ماتشات في الكاس ولا لا؟ ما اعرفش. ايوه هي كانت في كاس مصر، كانت جايبه ذهب، كانت جايبه ذهب وبرونز. في كاس مصر؟ في كاس مصر. اتلعب فين كاس مصر؟ كان عندنا في كان كاس مصر البراعم كان عندنا في الاهلي، والناشئين كان في هليوبلس،
بس كويس ما شاء الله. كانت بتلعب بتهيألي اسامة ادتنا نقاط كتير في يعني ما شاء الله هي كلاعيبه. ما احنا في الاخر الكاس هم اللي بيجمعوا النقط بتاعتهم هم كل اللعيبه في مرحلتها بتدي نقط للنادي. ما هي سامة من كتر الماتشات يمكن نسيت شويه الماتشات اللي قدام ونسيت الميداليات. بس ده كويس ان اللعيب بيكسب ويرمي ورا ضغط. يعني سامة ما شاء الله عليها مش فاكره الماتشات ولا الميداليات. كابتن فاكرها لك اكتر. طب خلينا نروح لهنا. هنا يعني برضو كلميني السنه دي عملت ايه؟ كنت معلم من سنه برضو هنا. وكنت بتحلمي برضو باحلام وبطولات وكنت اصغر من كده. هل انت فعلا السنه دي عملت اللي تتمنيه ولا لسه؟ يعني جزء. طب قولي لنا الجزء اللي انت عملتيه السنه. كان هو ان انا شكلي بقى احسن في النط وفي تطور شويه. بس يعني مش كله طبعا بس يعني جزء من ده اللي حصل يعني. طب خلينا نتكلم على بطوله زي ما اتكلمنا مع سما. دخلت ايه بطولات؟ كسبت ايه البطوله دي؟ جبت دي كانت فين؟ دي كانت في الجزيره. الجزيره جبت ذهب من ثابت. ممتاز. 7 متر برضه. تمام. وجبت فضه من متر وفضه من 3 وفضه في السينكرو مع ريتاج. ما شاء الله. طب انت الاصعب لك الثابت ولا المتحرك؟ هو انا بحب المتحرك فبحسه سهل. بس يعني بس يعني على يعني على حسب كل واحد بيحب انهي بورد فبالنسبه له بيبقى اسهل. بس انت جايبه ده في 7 يعني ما شاء الله يعني الحمد لله يعني. طيب ساهمتي بشكل كبير برضو جمعتي نقط مع فرقتك زي ما كابتن عمرو بيقول وكان ساهم برضو ان احنا ناخد الدرع. طب انت للسنه دي عايزه تحققي ايه؟ يعني انت دلوقتي لعبتي عموما ولا ما لعبتيش؟ لعبت لعبت البطوله دي اللي فاتت. عملت ايه؟ البطوله دي انا كان نزلت المتر الاول يعني نطيت حلو بس ربنا ما وفقنيش يعني. بس عملت كويس بس بعد كده بقى جالي برد وسخونيه وكده فما قدرتش انزل البرده. يعني جالك اصابه يعتبر. تعبت. الف سلامه عليكي. الله يسلم حضرتك. هو طبعا اكيد التعب ده ملوش حل يعني. كابتن قال لي بلاش تنزلي كده. لا ما ينفعش تنزلي طبعا. طيب بس انت من حققت في مستوى بس في عمرك اللي فاتت عملت كويس الحمد لله في العموم. لا بس برافو عليكي. طب هتعملي ايه او نفسك تعملي ايه لسه؟ نفسي في الاولمبيكس ان شاء الله يعني. ان شاء الله توصلي. ان شاء الله. ان شاء الله. طيب والمنتخب هل ليكي منتخب في سنك ولا هو منتخب عمومي بس؟ لا في سن. في سنك. جمع لعبتوا حاجه؟ لسه ما لعبتش يعني بس ما شاركتش لسه لحد دلوقتي عشان كان يعني السنه دي كانت اول سنه ليا اللي هو سني يقدر يجيب. قبل كده ما كانش ليا. ان شاء الله تروح الاولمبيات وان شاء الله نسقف لك ونشجعك جامد ان شاء الله. ريتاج ايه الاخبار؟ قولي لي عملت ايه السنه دي؟ طيب جبت في السينكرو من على 3 متر مع هنا فضه وفي عمومي سينكرو من على 10 متر مع سما جبت فضه برضه. انت طلعت 10 متر في العمومي ما شاء الله. 13 عملت ايه؟ جبت ايه؟ جبت فضه. فضه انت جبت برونز صح؟ ولا جبت؟ انا جبت برونز فضي برضه من على 10 ومعاها في السينكرو جبت فضه. ما شاء الله يعني انتوا يعني حتى على المنصه 2-3 تلاقيهم من الاهلي 2 أو 3 من الاهلي مش بس الكاس لا ده المنصه كمان الحمد لله في كل التتويج لازم 2 أو 3 من الاهلي الحمد لله فعلا انا شايف حتى ايه مع كذا ذهب ده معانا فضه طب يعني الله اكبر. طب وليه يا ريتاج يعني انت يعني لعبتي كام بطوله فاكره السنه دي؟ كتير ولا قليل؟ بطوله واحده ناشئين وعمومي بس. ناشئين وعمومي ولعبت دوري وكاس؟ لعبت دوري وكاس يا كابتن؟ بس هو السنه دي لسه ما اتلعبش كاس مصر لسه هم لعبوا بس بطوله الجمهوريه لعبوا بطوله الجمهوريه لسه كاس لسه مصر كاس ان شاء الله. طيب قولي لي يا ريتاج انت نفسك تعملي ايه؟ يعني انت ما شاء الله دلوقتي خلاص بقيتي بطل يعني اللي يطلع في الثلاثه الاوائل واللي يمكن حتى لغايه الخمس خلاص بقى بطل بيبقى الفروقات قريبه عايزه تحققي ايه؟ نفسي اولمبيكس كله نفسه في اولمبيكس بس عايزين نشوف 4-5 لاعبات يعني نقدر شايفاها صعبه؟ شايفاه نقدر نحققها يعني. طب لعبك في النادي الاهلي هيساعدك؟ اكيد. طب ليه هيساعدك في ايه؟ هو الكباتن من احسن الكباتن الموجودين في مصر وكلهم سبورتيف جدا ويساعدونا وهم عملوا فرق كبير جدا معايا. ما شاء الله. طب انت بتمرني كام ساعه ريتاج في اليوم؟ بص كابتن عمرو ليه؟ ما كابتن عمرو كابتن عمرو يمرنكم كتير ولا ايه؟ ساعتين ثلاثه بتمرنوا قد ايه؟ ما كل يوم بيختلف. بيبقى عندنا حاجات معينه ننزل لو خلصناها بنمشي فعلى حسب احنا بنخلص في قد ايه. طب انت عشان تتقني الحركه ريتاج في الهواء لازم تعمليها على الارض الاول ولا ايه؟ يعني عارف الحاجات دي فنيه كابتن عمرو يكلمنا اكتر بس خليني اسمعها منكم. اعتقد جزء كبير من لعبتنا هي الفتنس فيعني الارض والبدني والحاجات دي بتساعدنا ان احنا في الميه نعمل حركات احسن. طب لو في حركه جديده بتتعلميها تكنيك جديد بتعمليه وانت واقف على الستاند وتعمليه في الهواء ولا بتجربي الحركه الموف الاول على الارض؟
بنجرب على الارض او في الاول يعني عشان ناخد زي سنس كده مثلا، وبعد كده بقى بنطلع على الميه. بتبقى بس بتبقى يعني الموضوع. طب خلينا اسالكوا سؤال سريع كل حد، ليه الغطس؟ عشان خلي بالك في ناس بيتفرجوا علينا، ليه اخترت الغطس؟ الصراحه جت صدفه. كنت بتلعبي سباحه ولا بتلعبي حاجه تانية؟ كنت بلعب سباحه وجمباز، بعد كده رحت مع كان اخويا واختي الكبار كانوا رايحين عايزين غطس. بس فهم اختي كانت كبيره بس اخويا دخل، وبس هو الكابتن شافني وقال ان انا يعني جسمي كويس وان انا انفع جدا في الغطس. وبدات ودهب بقى وفضه وبعد كده الحمد لله. ما شاء الله، الله اكبر عليك. انا بشكركم طبعا، نورتوني وشرفتوني طبعا كابتن عمرو الكاشف المدرب العام. انا اخليك بشكرك مسيح. والف مليون مبروك، حاجه يعني جميله جدا جدا. الله يبارك في حضرتك. بشكرك يا سما والف مليون مبروك، وان شاء الله يعني مستني منك كتير لسه ان شاء الله. ان شاء الله طبعا. بشكرك هنا وليد والف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك. ان شاء الله الاولمبيك هستناك ان شاء الله. طبعا بشكر ريتاش سامح، الف مبروك، وبرده الاولمبياد مستنياك ان شاء الله. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل، ولسه مكملين معاكم ابطالنا في الغطس في النادي الاهلي، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ومكملين حواراتنا ولقائنا مع ابطال الغطس في النادي الاهلي. زي ما قلت لحضراتكم احنا عندنا ثلاث مراحل سنيه، سواء براعم او ناشئين او عمومي، وخدنا الكاس او الدرع العام للموسم الثاني على التوالي، ولكن بانجاز اكبر بعدد كؤوس اكبر. واكيد اي انجاز بيحصل مش بيكون بس فني، ولكن بيبقى فيه جزء اداري مهم جدا، ودايما احنا حريصين يكون معانا طبعا يعني ابطالنا من الجهاز الاداري في النادي الاهلي. في البدايه برحب بكابتن محمد كمال اداري فرق الغطس بالكامل جوه النادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا. نورنا ومبروك، ربنا يخليك على الجهد. الله يبارك فيك وشكرا، ومبروك للنادي الاهلي وجماهيره. بنرحب باحمد امين طبعا نجم النادي الاهلي تحت 18 سنه وغطسنا في النادي الاهلي. اهلا بيك يا محمد. ازيك، منورنا. مبروك. الله يبارك فيك. طبعا بنرحب باحمد سامح تحت 15 سنه. اهلا بيك يا محمد. الله يبارك والف مليون مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك. بنرحب بعمر معتز نجم النادي الاهلي تحت 18 سنه وضيف لتاني مره. اهلا بيك عمر. اهلا بحضرتك كابتن محمد. اجري حضرتك يمكن عدد كبير جدا في الغطس، اكيد احنا بنتكلم عن ثلاث مراحل، براعم وناشئين وعمومي، ده بالاضافه للاكاديميات. اكيد في يعني حمل كبير اداري. كلمني عن اللاعبين وازاي بتسجلهم وازاي بتوفر لهم او بتحل المشاكل الاداريه، سواء تفرغات من المدارس، الامور دي كلها مهمه جدا. كلمني عن طبيعه عملك. في البدايه في مراحل اللي هي الاكاديميات بناخد منها اللعيبه اللي هي التجهيزي، طبعا بيبقى يعني تعمل لهم اختبار ستار، ولما بينجحوا بيبتدي يتصعد للمرحله اللي هي البراعم بقى، مبتدئ ناشئين عمومي، نسجله في الاتحاد. و طب كلمنا عن تسجيل الاتحاد، تيجي تطلب الورق من اولياء الامور ايه اللي بيحصل؟ لا التعاون موجود، اولياء الامور بصراحه والاداره كلها، يعني اي حد بنطلب منه الاوراق بتبقى جاهزه باستمرار، ودايما بنسجل على طول يعني من النادي الاهلي على طول من اوائل الناس اللي بتسجل في الاتحاد، واجراءاتها دايما ماشيه مظبوط وبسرعه عن اي زي الساعه. ويعني طب التسجيل بيبقى في قد ايه يا كابتن؟ يعني بتسجله مثلا يعني الكوره مثلا مثلا في فتره انتقالات في يناير في الصيف، يعني احنا عندنا التسجيل، الاتحاد بيفتح باب التسجيل او باب القيد امتى وبيقفله امتى؟ احنا بنبتدي نجهز، هو باب القيد من 1/7 بدايه الموسم، بس احنا مثلا من شهر 4 بتجهزه. بنجهز. طب بيتقفل باب القيد امتى؟ يعني مع بدايه الموسم، يعني هو بيدينا فتره نسجل فيها مثلا. ممكن ويقول على 9/10 بيبتدي يتقفل القيد. طب بعد ما القيد يتقفل ممكن اسجل بغرامه ولا لا؟ خلاص. لا في رسوم، هو الموضوع مختلف شويه عن كره القدم، يعني مش مقفول يعني سجلت قفلت النهارده، لا ممكن تسجل اسجله بعد قفل باب القيد، بس بدفع رسوم بزياده شويه. طب ما دي حاجه كويسه. طب هل في يعني بيبقى الانتقال من نادي نادي سهل ولا لازم استغنى؟ يعني مثلا انت عايز مثلا لعيب يجي لك من نادي اخر، او لعيب من عندنا عايز يروح نادي ثاني من حقه، هل بيحتاج استغنى من النادي ولا لا مجرد ان هو بياخد بعضه وبيمشي خلاص؟ لا هو النادي الاهلي بيطلب استغنى لو حسب لائحه النادي الثاني. النادي الثاني مش لائحه الاتحاد. اما لعيبه النادي الاهلي ما بتحبش تروح في انديه ثانيه. عارف طبعا كله عايز يجي لنا، بس انا بقول ليه اللعيبه اللي بتجي لنا عشان اللي يعني مش كل اللي بيشوفوني كل لعيبه الانديه الثانيه لازم اكون يعني يعني زي ما تقول الكلمه يعني باحساس. طيب يعني في العادي يعني ما فيش انتقالات، ولكن ما فيش عقود في الاتحاد، ولكن انت النادي الاهلي بيحترم لوائح الانديه الاخرى. لو في لائحه محتاجه استغنى بنروح للنادي نخبط من بابه ونقول له يا جماعه احنا عايزين اللاعب ده، بس احنا ما جبناش لعيبه كتير الفتره اللي فاتت. لا ما جبناش لعيبه كتير، هو معظم اللعيبه اللي موجوده من ابناء النادي الاهلي، ودايما في يعني تطور مستمر
وتساعد كل اللعيبه في اي اجراء اداري لاي لاعب محتاج اي حاجه، بنحب نخلصها له بسرعه اسرع وقت. لاعب مثلا عايز يعمل اشعه على راح للدكتور حس ان في الم في حته معينه، جلسات علاج طبيعي، جلسات علاج طبيعي، عايز جواب للجامعه او للمدرسه، حاول نخلص له كل الاجراءات دي ونساعده. حلو. معاك في الجهاز الاداري كم اداري يا كابتن؟ لا هو الجهاز الاداري معايا المدير بتاعي الكابتن عمرو ممدوح مدير جهاز الغطس. طبعا هو السبورت دايما طبعا، حاجه يعني راجل جميل جدا. ومعاك جدا كم اداري تقريبا؟ لا هو الغطس اداري بس حافظين كل اللعيبه. الله اكبر عليك. الكمبيوتر يا كابتن صح؟ الحمد لله. ربنا يديك الصحه. ربنا يخليك كابتن احمد. اجي لك بقى تحت 18 سنه عينك بايظه من الكلور يا باشا وبالنط. طيب قول لي لعبت ايه السنه دي يا ابو حميد؟ حققت ايه؟ يعني انت تحت 18 الله اكبر، فالمفروض تكون بتنط 10 خلاص. قول لي حققت ايه؟ طلعت الثالث على 10 متر ما شاء الله، وثالث على المتر، وطلعت ثاني في السنكرو مع عمر ما شاء الله، وطلعت لعبت عمومي في نيو جيزه. طب عملت ايه في العمومي؟ طلعت ثاني على المتر، ثاني عمومي ما شاء الله، وطلعت تاني مع عمر برضو على الثلاثة. ده انت واضح انت وعمر عاملين دويتو ما شاء الله كبير. اول سينكرو مع معاه بسلامة على 10 ما شاء الله. الله اكبر. يعني انت يعني الله اكبر يعني ساهمت بنقاط كتيرة جدا مع القطاع ككل في الكأس. طيب قول لي يعني ايه انت خلاص 18 سنة، انت فاضل لك سنة او اتنين وتطلع عمومي خلاص ان شاء الله، بتحلم بايه؟ عايز ايه؟ قربت لحلمك ولا لسه؟ يعني نخش جوه شوية يعني امنياتك. يعني انا نفسي اطلع جامعه بره امريكا مثلا او حاجه. سنه كام انت طيب؟ انا داخل ثانيه ثانوي. طيب خلاص يعني الدنيا قربت. بدات تراسل جامعات ولا لسه؟ لا لسه. طب لعبت بطولات دوليه؟ لعبت بطوله عالم ناشئين في اوكرانيا. امتى؟ 2021 بتاع 2021. طب في بطوله عالم ليك قريبه او حاجه؟ في السنه الجايه شهر 12. ممكن تتاهل ليها ازاي؟ بطوله جمهوريه بقى. يعني انت ان شاء الله شوفك انت وعمر هناك باذن الله، ومن هناك بقى جالك سكولر شيب يا عم، ربنا يسهل لك يا سيدي. ان شاء الله ربنا يحقق لك اللي انت عايزه ان شاء الله. طب قول لي اصعب بطوله لعبتها السنه دي. السنه دي ما كانش غير بطوله الجمهوريه. كانت صعبه. بالذات يعني. العمومي يمكن صح؟ كان فيه منافسه لان كل اللي حقق بيطلع. كانت صعبه. فكونك تاخد ميداليه فيها كان الموضوع صعب جدا. طيب وبتتمرن كام ساعه في اليوم؟ يعني على حسب التمرين بيختلف الساعات، بس يعني ممكن مثلا اتمرن اوقات 3 ساعات اوقات ساعتين على حسب الكابتن حطه لنا في التمرين نيجي نعمله وبنمشي. ما شاء الله ربنا يوفقك يا ابو حميد باذن الله. اجي لك برضو احمد، بس انت ما بتلعبش بقى 18، بتلعب 15، انت اصغر منهم شويه. قول لي يعني لعبت ايه السنه دي؟ عملت ايه؟ يعني لو تفتكر. انا لعبت بطوله الجمهوريه ما حققتش بس في المتر والثلاثه، ربنا ما كرمنيش فيهم، بس انا حققت على 10 متر جبت اول. وبعد كده لعبت عمومي، لعبت بطوله كويسه. طلعت عمومي لعبت وانت صغير 15 سنه. برافو عليك. ما خفتش؟ ما قلقتش يعني؟ اصل انت بتلعب مع ناس عندها 20 و18. ايوه بس انا ما كنتش قلقان، ما كانش عليا ضغط كبير عشان انا ما كنتش داخل برضو احقق حاجه. يعني انا لعبت بطوله كويسه، بس هو كان هما بيختاروا اثنين من كل نادي اللي بيطلعوهم. فانا يعني انا عملت بطوله كويسه بس ما طلعتش يعني في النتيجه. مطلوب منك تاخد ميداليه طبعا، 15 سنه ما شاء الله عليك تلعب في العمومي في السن ده، خبره كبيره جدا. طيب ولعبت ايه تاني فاكر؟ لعبت كاس مصر بس ما عملتش فيها كويس، كان عندي اصابه. كان عندك ايه يا حبيبي؟ كان عندي اصابه في وتر اكيلس. يا خبر ابيض. طب بس هو يعني الاصابه دي صعبه جدا، الاكيلس ده هو كل شغلك انت. حتى قعدت مريح كتير فعشان كده ما عرفتش احقق حاجه. طب انت كويس دلوقتي؟ الحمد لله. الحمد لله على سلامتك. طب قول لي ليه الغطس؟ ليه اخترت الغطس؟ انا شايف انها لعبه مختلفه غير اي لعبه، لعبه مميزه. ايه بقى المميزه فيها؟ ان هم اجسامهم كويسه وستايل ستايلهم كويس. صحيح. يعني هو غير كره القدم لعبه تقليديه، لا هي الغطس لعبه. بس جسمك يلعب العاب كتيره، خلي بالك يعني ما شاء الله، يعني ممكن تلعب كوره جسمك يلعبك يد كمان. بس انت اخترت الغطس. طب كان ليك اخوات اكبر منك بيلعبوا غطس؟ لا ليا اخ صغير هو بقى بيلعب عشانك. انما انت ما كانش في حد اكبر منك بيلعب غطس. كنت بتلعب سباحه ولا جمباز قبل كده او حاجه؟ لا كنت بلعب سباحه، اصلا لازم اي حد قبل ما يلعب غطس يلعب سباحه عشان يتعلم العوم. انت بتتكلم كويس قوي على فكره. شكرا. ما شاء الله عليك. شكرا. يعني مش بس بتلعب كويس، لا ما شاء الله كمان وبتتكلم كويس يعني ولا ومركز. طب قول لي يا ابو حميد يعني نفسك في ايه؟ عايز توصل ليه؟ يعني اكيد اللي بيلعب حاجه ليه هدف. نفسي العب بطوله عالم اولمبياد. طب اول بطوله عالم ليك تحت كام يا ابو حميد؟ يعني ايه؟ يعني انت هتلعب يعني اول بطوله عالم ممكن تشارك فيها بعد سنه بطولة. بعد سنتين امتى؟
يعني تحت كام اول بطوله عالم؟ ممكن تحت 18 يعني لسه وانا قد احمد وعمر كده. اه يعني ما توصل زيهم. ما فيش قبل كده، ما فيش تحت 15 مثلا، ما فيش تحت 16 بطوله عالم، ما فيش. هي اول حاجه تحت 18 زيهم. ايوه. وحاسس انت ممكن تعمل هناك حاجه كويسه؟ اه ممكن. من وجهه نظرك يا ابو حميد بقى، طالما انت بتتكلم كويس ماشي، وانا عارف ان عمر يعني صديقي هيبقى يعني فاتح معايا جامد في الحوار. اهم حاجه في لعيب الغطس ايه؟ من وجهه نظرك انت يعني؟ جسمه. مش اي حد ينفع يلعب غطس، لازم يبقى جسمه. وانت ان شاء الله هتبقى حاجه كويسه باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله. طب عمر اجي لك يعني، اتقابلنا من سنه تقريبا صح؟ كنت معايا وكان ليك برضو امال وطموحات، وكنت راجع من بطوله عالم على ما اتذكر. دلوقتي ان شاء الله انت بتستعد للبطوله الثانيه، انت عايز تلعب في بطوله عالم. قول لي عملت ايه السنه دي وازاي تتاهل لبطوله عالم؟ السنه دي في بطوله الجمهوريه طلعت، يعني ربنا ما وفقنيش، طلعت الثاني على 10 متر. يعني ربنا ما وفقنيش طلعت الثاني، ما شاء الله برضو الثاني كويس جدا يعني، بس انت نفسك في الاول. تمام. وطلعت الرابع على المتر، وطلعت الاول على 3 متر. ما شاء الله. واتاهلت لعبت عمومي، طلعت الثاني على 10 متر، وطلعت الثالث على 3 متر. نعم. طيب خلينا نروح كمان، اكيد مش بس ضيوفنا اللي في الاستوديو منورينا، اكيد معانا كابتن عمرو ممدوح مدير جهاز الغطس في النادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن عمرو. يا كابتن ازاي حضرتك؟ الله يخليك. الحقيقه مفتقدين، كنا عايزينك النهارده معانا في الاستوديو، بس ان شاء الله تنورنا يوم تاني باذن الله يا كابتن عمرو. يا كابتن هيثم، انا اللي كان نفسي ابقى موجود، معلش بقى الشباب يعني قايمين بالواجب اكيد. طب استاذنك كابتن عمرو، ممكن توطي التلفزيون وتسمعني من التليفون احسن؟ كده كويس. كده ممتاز جدا، لان بيحصل صدى صوت الحقيقه بيخليني مش سامعك كويس. قول لي يا كابتن، طبعا انجاز السنه دي اكيد حاجه انتوا فرحانين بيها، وانا حاسس الحقيقه من ضيوف اللي في استوديو قد ايه الفرحه وقد ايه الجهد اللي اتبذل السنه دي. تحب تقول ايه عن الدرع العام وفوزنا الدرع العام بالسنه الثانيه على التوالي؟ والله الحمد لله. في الاول انا بشكر كل الناس اللي معاك واللي دخل واللي لسه هيدخلوا. الناس دي رجاله وابطال. احنا الحمد لله السنه دي في اول بطوله جمهوريه تدخل النادي الاهلي. صحيح. كل الالعاب. صحيح. الحمد لله احنا 9 كؤوس كنا بننافس عليهم، خدنا 8. طيب ده جاء نتيجه جهد وعمل يا كابتن، اكيد يعني اكيد انتوا كنتوا مخططين لده، يعني كلمني في يعني باختصار عن تخطيطكم كان ازاي، وكان ماشي ازاي، وكنتوا راسمين لده ازاي على الاقل من 10 شهور فاتوا. بص يا كابتن هيثم، هو من اول ما مسكت الجهاز قعدت مع كابتن طارق جمعه وكابتن عمرو كاشف وكابتن محمد العدال وكل المدربين، وحطينا خطه ان ازاي نبدا من تحت من البراعم، ان احنا نبدا يبقى عندنا قاعده ناشئين قويه جدا، ان احنا بيها نوصل ان احنا الدرجه الاولى ما نفقدش ولا مرحله. الحمد لله السنه اللي فاتت ابتدينا كؤوس البراعم ما خدناهاش، ولكن الحمد لله رب العالمين الموسم ده خدنا كل كؤوس البراعم، الولاد والبنات لاصغر سن عندنا، خدنا الناشئين والناشئات، خدنا الرجال، خدنا الرجال والسيدات معا، خدنا كاس البطوله الحمد لله. ده معناه ان احنا بادئين من تحت خالص، علشان طبعا الهرم زي ما حضرتك عارف لازم يبتدي من تحت عشان نوصل ان احنا ناخد الكاس العام البطوله اللي هو القمه بتاعتنا يعتبر. طب قول لي يا كابتن، انتوا اكيد بتخططوا يعني يبقى عندنا لاعبين ولاعبات على مستوى اولمبي، على مستوى بطولات عالم، يعني شايف ده يعني ان شاء الله ممكن نحققه، ولا محتاجين اللعيبه بتاعتنا تخرج بره للعالميه بشكل اكبر؟ الثلاث لعيبه اللي عندك دول مبدئيا يا كابتن هيثم، دول يعني بمنتهى البساطه ممكن مع شويه تركيز في التمرين وشويه مجهود ازيد شويه واحتكاك دولي يبقوا بيمثلوا مصر في الاولمبياد. يعني انت معاك عمر، ده من اللعيبه التالنتد جدا، احمد امين لعيب نادي هليوبوليس احنا بنرحب بيه في النادي اول موسم ليه. ما شاء الله. احمد سامح ده من الناشئين الواعدين جدا. الثلاثه دول من العناصر الواعده جدا، معاهم طبعا كل الولاد والبنات التانيين اللي معانا. اكيد يا كابتن، واكيد يعني بنشكركم على الجهد المبذول، ودايما انتوا عند حسن الظن بصراحه، العاب الماء كلها بامانه يعني دايما عند حسن الظن، ويعني اتمنى لكم مزيد من التوفيق يا كابتن. والله انا بشكر اللعيبه كلها، وبشكر المدربين، بشكر اولياء الامور، وبشكر في الاول طبعا مجلس الاداره واداره النشاط الرياضي ان هي ما بتبخلش بجهد عننا. وقبل اللعيبه انا بشكر اولياء الامور على جهودهم معانا بصراحه وتفاهمهم وتوقيع اللعبه
وان الولاد بتبقى قدرات كبيره في التمرين يعني. كلام جميل كابتن عمرو، واتمنى لك كل التوفيق. كابتن عمرو ممدوح مدير جهاز الغطس بالنادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا. كان معانا عبر الهاتف اروح طبعا لعمر، يمكن كابتن عمرو دخل معانا. ثقه كبيره من الجهاز فيكم يا عمر، يعني انتوا حاسين المدربين حتى كلهم عندهم ثقه كبيره وحاسين انتوا ممكن تعملوا حاجه، ده بيساعدكم؟ هو بيساعدنا بس بيحط ضغط علينا ان احنا لازم نكون قد المسؤوليه اللي هم حاطينها علينا. برافو، يعني الكلمه دي عجبتني صح، مسؤوليه، لانه انت مش الثقه دي بتخليك ان انت عايز تبقى بحسن ظنهم صح؟ صح. طيب خليني اكلمك عن تطور ادائك، احنا من سنه كان ليه وضع وكنا لسه خارجين من كورونا ما كنتوش بتتمرنوا وكان التمرين قليل جدا في النادي بسبب اللوك داون اللي كان في كورونا، دلوقتي احنا بنتمرن تقريبا كل يوم، الدنيا مفتوحه، شايف في تطور في مستواك عمر؟ طبعا في تطور في مستوايا ولسه هيبقى في تطور اكتر في المستقبل، والبروجرام اللي محطوط لنا كل سنه بيتحسن اكتر واكتر، فده اهم سبب في تحسننا. طب انت حلمك بطوله العالم انت قلت اللي جايه ان شاء الله السنه الجايه، ان شاء الله التاهل ليها بيكون ازاي عمر؟ من بطوله الجمهوريه. ايه بقى لازم تجيب رقم معين، لازم تجيب مجموع يعني مجموعك بتختلف من كل سنه لسنه، يعني انت في سنين بياخدوا الاول بس من على كل بورد، في مين اللي بياخدوا النادي الاتحاد ولا الاتحاد بياخد الاول على البطوله ويسافر، مفيش تصفيات جوه داخليه. فانت محتاج تجيب اول عشان تروح كل حاجه، ساعات اول وساعات ثاني، ساعات اول وثاني وساعات اول بس. طيب وبطوله العالم دي هتبقى فين؟ عندك فيها معلومات؟ عندك حاجه ولا لسه السكادجول ما نزلش؟ السكادجول بينزل اول السنه. صحيح الاجنده بتنزل اول السنه. طيب الاتحاد بياخد الاول بيسافر على طول ولا بيبقى في تصفيات افريقيه، تصفيات في منطقه مثلا زون من الزونز، ولا اول او ثاني على حسب بيسافر على طول بطوله العالم؟ ساعات بيبقى في تصفيات لما احنا بنكون مستوانا كلنا قريب من بعض قوي. لكن التصفيات الافريقيه دي بتبقى قبل الاولمبياد بس اللي هي بتعتمد يعني افريقيا انت هي البوابه الاولمبياد بس. صح. انما احنا في مصر تاخد اول تسافر على طول. ابرز الدول في افريقيا اللي في الغطس مين؟ جنوب افريقيا؟ احنا جنوب افريقيا. في ايه تاني غير الجزائر؟ لا جنوب افريقيا. في العاب الميه زيمبابوي في السباحه برضو كويسين ولا ايه؟ تسمع عن حد في زيمبابوي ولا هو جنوب افريقيا بس؟ جنوب افريقيا اكتر، ان هم كمان بيبقوا اغلبهم يعني بيحملوا الجنسيه الانجليزيه وبيتمرنوا في انجلترا بشكل كبير. طيب اصعب بطوله لعبتها السنه دي؟ بطوله الجمهوريه. بطوله الجمهوريه ليه بقى؟ ليش معنى؟ عشان المستويات كانت كلها قريبه من بعض قوي، وفي الدرع العام النوادي كانت قريبه، بس احنا في الاخر فرقنا فرقين. صحيح عشان كل النقاط في الاخر كانت. طب احمد يعني انت كان اصعب ليك بطوله ايه السنه دي؟ هي البطوله دي بتاعت الجمهوريه. كانت صعبه. عشان انا كانوا كلهم اكبر مني. انا كنت يعتبر اصغر واحد بلعب، انا 2009 في اخر 2009. اوبا ده انت اللي تحت 15 بادئين من 2007 صح ولا 2008؟ 8 يعني انت كنت بتلعب مع 2008 وانت 2009. فانت كنت اصغر واحد، كان في اصغر منك؟ لا انا كنت اصغر واحد. برافو عليك، انت السنه الجايه بقى هتبقى كبير. ما فيش ميداليه هتروح يا باشا ان شاء الله. انت بقى يعني زي ما بيقولوا هتاخد الاخضر واليابس، لان انت تبقى انت الصغير وخدت ميداليه، فلما كبرت ما ترحمش حد ان شاء الله. صح كده؟ صح. طب برضو نفس الكلام يعني يا احمد، اصعب بطوله ليك كانت الجمهوريه؟ هي بطوله الجمهوريه كانت صعبه جدا. ها المنافسه بالنسبه لكم قريبه، يمكن اكتر اثنين انت وعمر اللي دايما بتنافسوا بعض صح؟ لا معانا ناس من الجزيره وعلي لسه هيطلع. علي علي معانا في الناس برضه. طب انت 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 جيت قادم من هليوبوليس صح؟ السنه اللي فاتت ولا السنه دي؟ لا لسه السنه دي. السنه دي اول سنه تلعب، مبسوط في النادي الاهلي؟ ولاد عمومنا يعني هليوبوليس الجزيره الاهلي كلنا حبايب يعني كلنا قريبين من بعض. كابتن يمكن خلينا نتكلم عن احمد امين تحديدا، يمكن احنا لاعب او اثنين بس هم اللي جم السنه دي من خارج النادي الاهلي، مع ما شاء الله كل العدد ده في كل المراحل اللي الحمد لله كلهم ولاد النادي. ظروف انتقالهم كانت ازاي؟ انضموا ازاي؟ يعني كلمنا على التفاصيل. هو احمد طبعا ابتدينا نسال ليه استغنى من النادي بتاعه نادي هليوبوليس، وقدمناه للاتحاد وطلبنا من الاتحاد ان احنا نستعيره عندنا في النادي. بس هو احمد اللي كان الموسم دوت كان قبله علي بسنتين برضه، زي ما قلت لحضرتك الناس عايزه تيجي بالظبط، عايزه تيجي دلوقتي. بقينا بعد المكسب نادي جاذب في الغطس، وطبعا بتبقى محتاجه سرعه في الاجراءات بدعم الكابتن عمرو ممدوح واداره النشاط الرياضي طبعا معانا، برضو المدير الفني برضو دعمنا برضو طبعا. كابتن طارق حبيب الكل ده مش عندكم بس في الغطس، ده حبيب النادي كله. انت حضرتك قلت يعني مصطلح حبيب الكل فعلا يعني. صحيح. يعني في النادي وبره النادي يعني حاجه جميله هيكون معانا ان شاء الله. يعني شخصيه فعلا بجد
محبوب بشكل ربنا يحرسه يعني ويديله الصحه. شاطر ما شاء الله، شاطر دي يعني انا مش هقدر، انا مش هقدر ابعد من احنا نقيمه، ولكن احنا بنقول اللي بيتقال والانجاز اللي عمله من اربع سنوات عمل طفره الحقيقه في قطاع الغطس بشكل كبير منذ تولي المسؤوليه بامانه. طارق بصراحه شاطر، متعاون، طيب، حازم جدا، نشيط جدا، ويعني بيتعب جامد جدا، يعني اكتر شخص بشوفه بيتعب فعلا، ومهما كان تعبان لازم يخلص الشغل. صحيح. بشكرك يا كابتن، ربنا يخليك، والله كلام جميل، وبشكرك شكرا جزيلا كابتن محمد كمال اداري فريق الغطس، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. بشكرك احمد امين طبعا لاعب النادي الاهلي في الغطس تحت 18 سنه، نورتني وشرفتني طبعا. بشكر احمد سامح لاعب النادي الاهلي تحت 15 سنه والمتحدث الجيد، شكرا، نورتني وشرفتني. برضه نفس الكلام عمر المعتز، بشكرك شكرا جزيلا، متوفقين يا اولاد باذن الله في البطولات القادمه. اعزائي المشاهدين لسه مكملين في الغطس، هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل اخر فقره هيكون معانا طبعا اكيد مزيد من اللاعبين والجهاز الفني، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا وكمان لقاءاتنا مع ابطال الغطس في النادي الاهلي، وخليني اعرفكم بشخصيه جميله جدا جدا، شخصيه كل النادي الاهلي بيحبها مش بس من جوه الغطس، والحقيقه منذ قدومه للنادي الاهلي منذ خمس سنوات او اربع سنوات تقريبا، وكان هو النواه اللي كان النادي الاهلي يعني بنى عليها مشروعه الكبير في لعبه الغطس. هعرفكم على الكابتن طارق جمعه المدير الفني للغطس. اهلا بيك يا كابتن طارق. اهلا بيك، نورنا ويعني وحشتنا. ربنا يخليك انت اكتر والله، والف مليون مبروك على الانجاز الكبير ده. الحمد لله رب العالمين. طبعا بنرحب بنجم النادي الاهلي ولاعب الغطس وكمان ايضا منتخب مصر علي خالد. اهلا بيك يا علي. نورنا. شكرا. اكيد بنرحب بقى ببطلتنا الاولمبيه، يعني مثل اعلى للكثير والكثير والكثيرين كمان من لاعبين ولاعبات الغطس، لعبتنا اللي لعبت في امريكا فتره حوالي اربع خمس سنوات في احد الجامعات، لعبتنا او بطلتنا الاولمبيه اللي لعبت ريو دي جانيرو معانا ومنورانا في الاستوديو، ولعبت طوكيو كمان طبعا 2020، انا اسف بس هي بدات بريو دي جانيرو. لعبتنا الحقيقه كنا منتظرينها من فتره طويله تيجي بتنورنا، لعبتنا الاولمبيه ماها عبد السلام. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بحضرتك، مبسوطه جدا حضرتك. منورانا دايما في تواصل مع بعض انا وانت على الفيسبوك، بس دايما بحب يعني بشكر حضرتك جدا لان دايما اخبار وحضرتك بتجيب سيرتي على طول طبعاً. بشكر البرنامج والاعداد بصراحه، احنا اللي بنشكرك يا كابتن على ان انتم شرفانا ورافع راسنا دايما، رافع راس النادي الاهلي. شكرا شكرا. نجمه النادي الاهلي كمان برحب بيها اللي منورانا وشرفانا واللي عملت اكيد يعني نتائج كويسه وهنتعرف عليها، شاهد ايمن منورانا. شكرا. ده تاني لقاء يعني فتره قريبه. منورانا يا شاهد. شكرا. كابتن طارق اجي لك، يمكن هنتكلم عن الانجاز الكبير، كان حلمك ده من اربع خمس سنوات، يمكن كان ليا لقاء مع حضرتك وكان ليا الشرف، واشتغلت وتعبت والحمد لله ربنا كافئك في النهايه. الحمد لله رب العالمين. بس انا يعني حابب ان انا اتذكر انا وانت اول لقاء مع كابتن طارق الصغير. الله يرحمك. الله يرحمه. الله يرحمه. بدانا المشروع مع بعض، و يعني انا كان يهمني طبعا وجوده دلوقتي ان هو يشوف انجازه اللي هو بداه، انجاز كبير كان نفسه فيه، كان بيحلم بيه جدا جدا جدا، بس انا متاكد ان هو يعني حاسس بيه. و يعني انا عايز اقول له ان هو تعبك ما راحش على الفاضي، وانا في بطولات، البطوله اللي فاتت طالع بستلم الكاس معايا الصوره بتاعته هو طالع يستلمه معانا، يعني فلا المكسب ده انا بنسبه لطارق الصغير الله يرحمه. الصوره هي كابتن، الصوره هي الله يرحمه الراحل طبعا العظيم كابتن طارق الصغير. ايوه. واللي كان طبعا يعني وفاته المنيه منذ سنه. انا بهدي له المكسب دوت، واللعيبه كلها بتهدي له المكسب ده، ان الراجل ده تعب جدا 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 عشان يرجع الدايفنج في النادي الاهلي. لمسه وفاء منك يا كابتن الحقيقه، وده مش غريب عنك. الله يرحمك كابتن طارق. كابتن طارق الصغير يعني من المدربين اللي كانوا ليهم دور كبير، وكانوا يعني اسسوا الطفره الكبيره في الغطس، وكانت ثقه كبيره جدا من مجلس الاداره. بشكرك على لمسه الوفاء دي يا كابتن. خلينا نرجع الانجاز ده، هو يستحق، هو اللي بدا الكلام دوت طبعا مع كابتن وائل عزت وكابتن فاضل وعمر كمل المسيره، بس الحدث نفسه هو كان نفسه فيه، وكان دايما يقول لي يلا يا طارق امتى الدرع العام، يلا يا طارق امتى الدرع العام. يعني وسبحان الله يعني هو ربنا اختاره السنه اللي بعديها على طول خدنا. روحه لسه موجوده واكيد بصماته ما زالت حتى الان موجوده على حمام السباحه. اكيد اكيد اكيد. كابتن اجي للانجاز ده يمكن اكتر واحد يقدر يكلمني هو حضرتك، ليه؟ لان انت كنت النواه اللي بدا بيها النادي الاهلي مشروع في الغطس. كلمني يعني لخص لي الاربع سنين كده في دقيقتين. بص انت اتكلمت مع محمد مدير قطاع الناشئين في حته الهرم.
والله احنا يعني ابتديت انا وطارق حته ان احنا ما نطلعش نورمال، ما بقاش تقليديين يعني في الهرم ده، لا احنا كنا عايزين نطلع فيرتيكال يعني عايزين نطلع نعمل قاعده كبيره ونطلع بيها ما تبقى ما فيش حد من فوق يقع، تمام. وقد كان الحمد لله بنطلع بالناشئين، بيبقى معانا 3 4 لعيبه في المرحله لغايه الدرجه الاولى. احنا النهارده دلوقتي علي وعمر واحمد 3 تحت 18 سنه، وطلع لهم 2 تانيين تحت 18 سنه. في كل يعني كل نادي كل مرحله ممكن يبقى فيها لعيب او 2 في المرحله. العمومي انا بلعب ب 4 5 في الفيرست تيم مدعم بالناشئين. انا عندي لعيب واحد بس اللي هو زياد يسري، هو دلوقتي في امريكا وهو مشارك في الانجاز الكبير دوت. زياد في امريكا في جامعه يعني؟ في جامعه جامعه زي مها. موجود عندي زياد، موجود عندي بلال وعلي طالع لهم، وعمر بيسعى الموضوع ده هو واحمد زي ما انت سمعتهم كده. فالفرقه كلها ما شاء الله يعني ايه حاطه الاحترام ده، لان هم شايفين ان هم كواليفايد ان هم يقدروا. هم كواليفايد هم بس فيها في جزء منه رياضي سوري اسف بسلوكي تعليمي اكاديميك طبعا لا والتزام، هم بين عليهم الالتزام يعني هم يقدروا في السيستم مع يعني التمرين. مش ان هم تالنت بس، لازم يبقى في الدراسه كويس كمان عشان عشان يتاخد بالظبط. القصه دي ما احنا عارفين طبعا ده لازم يبقى في جزء تعليم. سعيد بولادك يا كابتن صح؟ طبعا طبعا طبعا، وزي ما هديت الكابتن طارق الكاس لا بهديهم هم كمان، ان هم تعبوا جامد جدا جدا، وكل واحد اشتغل على نفسه عشان يكسر الريكورد بتاعه يعني يعني تحدى نفسه، تحدى نفسه شخصيا، تحدى نفسه. دي حاجه كويسه جدا يا كابتن، دي حقيقه. ان هو المكسب لو هو طلع الاول هو فدى طبعا ناس كتير قوي. طبعا يا كابتن، طبعا يا كابتن، الله ينور عليك. ناس كتير استفادت من ان هو الاول مش بس استفاد. طب خلينا نروح لعلي. علي يعني يمكن انت يعني السنه دي تقيمها انت، احنا في اخر السنه لسه الكاس ما اتلعبش بس يعني اغلب 80% من الموسم خلص. تقيم الموسم بالنسبه لك السنه دي يعني موسم ناجح انت راضي عنه؟ ليا شخصيا مش احسن موسم ليا بس الحمد لله، بس كفرقه وصلنا النتيجه اللي احنا عايزينها واحسن نتائج في كام سنه اللي فاتوا فالحمد لله. بس انا عايز اقول نقطه بالنسبه لعلي. علي من دي 1 في التسخينه جات له اصابه من ال 10 متر في سلامة. فجاله كسر في ريست الايد. كسر ليه؟ انت كنت بتقف على ايدك في الستاند ولا وانت وبتنزل خبطت في حاجه؟ وانا بنزل ايدي فلتت بس الامباكت عالي فردت لورا قعد مفرسي كسر. خبر ابيض. طبعا انا منعته من النزول يوميها بس الدكتور بتاع الفرقه عمل اسعافات عمل وعلي صمم ان هو ينزل اليوم اللي بعديه مكسوره وايده مكسوره. علي ايه ده؟ علي ده انت جبت القلب ده. كنا اتمرنا البطوله دي شهور كتير وجيت اتعورت قبل البطوله بيوم، اضغط على نفسي يومين وخلاص. بس اوعى تزعل. لا 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 وما زعلش، هو عارف ان هو رايح لو ما جاش مكسبه او الريكورد بتاعه الشخصي هو عايز يبقى مشارك في الحدث، عايز يبقى موجود في الدرع العام، فيعني الاحساس ده كله طبعا وصل لي يعني. طب وايدك اخبار ايه دلوقتي؟ ده الاهم، سيبك من الدوري وسيبك من البطولات، اهم حاجه ده لعب ناشئين وكسب ولعب فيرست تيم كمان في عمومي ما شاء الله يعني بطولتين ورا بعض 3 4 ايام وايده في كبيره وبيحط. طب ازاي تقول موسم مش قد كده؟ ده انت والله اكبر يعني عامل شغل جامد قوي حتى وانت الحمد لله. بس هو الناجح على فكره يعني طبعا يعني مش عايز اقول كده بس او يعني احنا اللي نقول مش انت اللي تقول الناجح دايما ما بيبقاش راضي، دايما عايز الاحسن وده سمات النجاح. نفسك في ايه يا باشا؟ زي حد اولمبياد ان شاء الله. ان شاء الله قربت. طب ليك بطوله عالم السنه الجايه ولا انت كبرت عنها؟ لا هكون عمومي خلاص. هتكون عمومي بس ممكن يبقى في بطولة عالم كبار الله اعلم بقى. ممكن تشارك فيها يعني ولا ارقامك توديك شايف كده؟ هيبقى في بطولة جاية هي اللي هتبين كل حاجة بس ان شاء الله. امتى البطولة الجاية؟ تبقى على شهر 8 ان شاء الله. شهر 3 سنة؟ شهر 3 صح؟ شهر 3 يعني بس لسه 6 شهور على الأقل. ده هتبقى في شهر رمضان أو قبل رمضان يعني لو في أول 3 هتبقى قبل رمضان بشوية. ما شاء الله عليك يا علي. طب بس يعني ايه الحاجه اللي السنه دي كانت اضافه ليك؟ هل ادائك اتطور؟ هل التمارين بعد كورونا بقى الدنيا اتفتحت وبدانا نتمرن براحتنا؟ يعني السنه دي اضافت لك ايه؟ السنه دي اهم حاجه بالنسبه لي ان انا عملت كذا نطه ما اتخيلتش ان انا اقدر اعملهم في حياتي ونطات تقيله جدا وعملتهم كويس الحمد لله. فدي حاجه انا طلعت بيها مبسوط جدا الحمد لله. جميل. انت عارف انت عايز ايه يا علي؟ والله ما شاء الله عليك. ربنا يوفقك باذن الله. اجي بقى طبعا لجنتنا الكبيره
يعني اللي وحشتنا جامد. قعدت في امريكا قد ايه؟ قعدت 5 سنين. كتير. انا بعدت عنك كتير يعني. بس لا بس انا على طول باجي هنا يعني. انا بقعد السيزون بتاعي وباجي هنا على طول بلعب بطوله يعني. بطوله اللي هو في بطولتين في السيزون يعني، على الاقل بطوله بلعبها. بتلحقيها في مصر؟ اكيد طبعا اكيد. طيب يعني تجربتك في الولايات المتحده الامريكيه، اكيد في ناس كتيره واخداكي مثل اعلى يعني، ما شاء الله يعني، يعني بطولتين اولمبيتين، وكمان دخلت كمان عملت فيهم ترتيب كويس، ومش بس كده، وبتعملي في اكبر الجامعات في امريكا. التجربه دي ضافت لك ايه؟ كتير جدا يعني. هي غير الغطس، الدراسه، الغربه برضو بتعلم كتير قوي. بتعلم من ثقافات كتير قوي، لان معايا كمان في الفريق من كل انحاء العالم. فالثقافات دي واعتماد على النفس ومسؤوليه، وكمان كنت بعمل انترنشيب كمان هناك، وكنت كابتن الفريق. فكنت بعمل حاجات كتير قوي غير الغطس والدراسه، وعملت ماجستير هناك، اتخرجت ماجستير وبكالوريوس هناك اعلام، وجبت جي بي اي عالي قوي، امتياز. فبس كنت بعمل يعني حاجات كتير. شكرا. طيب بيبقى بعد اللاعب او اللعيبه لما السوبر زيك ما شاء الله وخلص جامعته، بيجي بعديها في مفترق طرق، بيبقى لسه مش عارف هيروح فين او هيعمل ايه. انت رسمه الفتره الجايه ايه؟ خاصه انت ما شاء الله واخده شهاده كبيره من امريكا، رسمه الفتره الجايه ازاي؟ هو انا لسه مخلصه الماجستير، وكان تركيزي على بطوله الجمهوريه اللي هي لسه خلصانه. ف يعني حقيقي لسه دلوقتي باخد هدنه شويه، لان انا عملت مجهود كبير. صحيح. في اخر في 5 سنين انا كنت بلعب في الجامعه، وكنت بلعب في النادي الاهلي ومنتخب، كان في اولمبياد، فكان في مجهود كتير غير الدراسه، غير حاجات كتير قوي. فدلوقتي اخده هدنه شويه. بس تفكري تشوفي هتعملي ايه. بالظبط كده. بالظبط كده. بجد لا، مجهود مشرف. والحقيقه انت شرفتينا في محافل كتيره جدا انا بصراحه. شكرا يعني. شكرا جدا يعني. لا ده حقيقه بجد، انت يعني من سفيرات مصر اللي فعلا مثلوها بشكل كويس جدا. وكمان خليني اقول ان انت يعني اشتغلت على نفسك، يعني قصدي اقول لك ان انت كان ليكي حلم ودورت عليه واشتغلت عليه وما همكيش يعني حاجه. طيب خلينا نقول اللي جاي، اللي جايك على مستوى الدولي. عندنا باريس 2024، الرود تو باريس، الاخبار انت لو ان شاء الله تاهلت، بتاهلي ازاي؟ ايه البوابه بتاعتك اللي منها تقدري؟ خلي بالك ان السنه دي بقى او الاولمبياد دي هتكوني انت بتتاهلي من هنا، يعني مش هيبقى تدريبك هنا اغلب الوقت مش في امريكا. البوابه بتاعتك لباريس 2024 هتبقى ازاي؟ هو بيبقى في بطوله افريقيا، المفروض بتبقى في ديسمبر، وبياخدوا اول افريقيا من كل جهاز، ثلاثه ومثابت اولاد وبنات. وفي بطوله العالم المفروض هتلعب برده في شهر 2، دي بياخدوا اول 12. بس ده عندي كذا بوابه، يعني قصدي اقول لك ان انت تقدري. اسهلهم ايه من وجهه نظرك؟ افريقيا بتبقى يعني نوعا ما اسهل. والعالم برضو مش صعبه يعني، بس محتاجه شغل. برافو عليك يعني. مبسوط ان انت بتقولي حتى بطوله العالم مش قلقانه، هي ما اخش بطوله العالم متاهل منها. بجد انت حاجه يعني تشرف بجد. شكرا يعني. جدا. شكرا. طيب جدا. رساله للي عايز يبقى زيك. يشتغل على نفسه، يحط خطه لنفسه، يركز في كل حاجه في كل الاتجاهات يعني، رياضه وتعليم، لان كله بيساعد بعضه. برافو عليك. بس وما يفقدش الامل. الالتزام يعني. والالتزام طبعا. الالتزام لازم 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 طبعا، لان عشان يحقق كل ده لازم يكون بينام كويس، ولازم يكون بياكل كويس. في حاجه كتير لازم يتعامل مع الفريق بتاعه كمان كويس، عشان هو تيم ورك برده. فكل حاجه يعني، كل حاجه صغيره بتجمع بتبقى حاجه كبيره. احييك على كلامك بجد. شكرا جدا. شكرا. ربنا يوفقك يا رب ان شاء الله. شكرا. شاهد جيلك، يمكن كنا يعني بنتكلم في الفاصل ان انت كنت راسمه لنفسك بلان السنه دي، وكان من فتره برضو كنت محققه نتائج. كلميني عن السنه دي من وجهه نظرك، سنه ناجحه ولا لسه عندك الكتير؟ هو لسه في كتير اكيد، بس يعني البطوله دي كانت احسن من البطوله اللي فاتت الصراحه، عشان اتمرنت اكتر. والبطوله اللي فاتت كنت انا في الجامعه مش بتمرن كتير خالص، بس البطوله دي اتمرنت ودوست على نفسي ورحت فيتنس كتير اتمرنت يعني، والبطوله كانت كويسه الحمد لله. طب قولي لي عملت ايه؟ المركز اللي حققتيه؟ يعني هل الاداء اتطور؟ يعني كلميني عن المركز والاداء. يعني انا جبت 4 فضه. ما شاء الله. فضه على المتر، وفضه على الثلاثه، وسينكرو مع عمر من على 3 متر، وسينكرو مع مها على 3 متر. ما شاء الله. يعني كلها ميداليات يعني. تقريبا ما فيش ايفنت تقريبا شاركت فيه ما خدتيش ميداليه، صح؟ يعني شاركت في الاربعه دول. الحمد لله. يعني انت كان ليكي دور كبير ما شاء الله ان الفريق ياخد الدرع، لان كل دي نقاط او ميداليه، بس زي ما قلت كابتن طارق دي في الاول والاخر بتبقى عباره عن نقاط بتتحط في الصندوق عشان نقدر ناخد الدرع العام. طيب
خلينا نتكلم عن تطور ادائك. يعني يمكن برضو انا بتكلم على حته بعد كورونا كل الفرق حصل فيها تطور في الاداء، خاصه ان انتوا ما عندكوش حل، يعني ما تقدرش تتمرن في البيت مثلا، لازم تروح تتمرن في النادي. مش كنا بنتمرن فيتنس بس في البيت، بس اكيد مش زي ما بنروح النادي. طبعا طبعا. طب انت ناقصك ايه؟ شايفه ايه اللي ناقصك؟ ايه اللي عايزه تشتغلي عليه؟ بدني طبعا. بدني. طب اقول لك حاجه، انت كنت معايا من حوالي 3 4 شهور مثلا، انا حاسك خسيتي يعني ما كنت معايا. صح يا كابتن؟ انا بقول انا فاكر كويس جدا، يعني انت خسيتي وبتهيألي الخسسان ده الويت اللي ما بتفقده بيبقى انت على الستاند بيبقى حتى حركتك اسهل. زي ما قلت لحضرتك احنا نزلنا فيتنس الفتره اللي فاتت فالحمد لله يعني جاب نتيجه. طيب برافو عليك. شكرا. طيب ايه اللي جاي وايه اللي بتحلمي بيه؟ اللي جاي يعني انا حاليا يعني مش بركز قوي على التمرين، يعني في جامعه يعني ان شاء الله نخشها يعني، فاول حاجه التعليم، ثاني حاجه التمرين. طيب هو ليه لا؟ يعني ما هو زي ما قال كابتن طارق، هي بتبقى في اكاديمي، يعني اكاديمي جزء تعليمي وجزء بجزء يعني. طب انت عندك اي بلان للسفر ولا هو؟ لا انا في ثالثه جامعه خلاص. خلاص ما عنديش يعني ما فيش. بس طب هو انت بتقربي، انت جامعتك كام سنه؟ ثلاثه ولا اربع سنين؟ يعني خلاص فاضل لك سنتين. صح سنتين. بتدرسي ميجور ايه؟ او بايو تكنولوجي. ما شاء الله، بس دي عايزه مذاكره. زي ما قلت لحضرتك عايزه مذاكره، بس انت قدها وقدها. ان شاء الله. تمرني كام ساعه في اليوم يا شباب؟ يعني احنا بنروح 12 مثلا، خلاص الساعه 4 فبيبقى في حدود 4 ساعات. كتير برضه كتير يعني. ما شاء الله. بس بيبقى كويس يعني. لا يعني عدد كبير. طب الفتنس بيبقى تمرينهم في نفس الوقت ولا ممكن يجي تيجي لوحده في النادي؟ لا ممكن في ايام لوحده، في ايام بيبقى بعد المايه او قبل المايه. طيب برضه تنصح ايه اللي بعدك؟ شايفه ايه اللي بعدك يعني عايزه تفوق في الغطس؟ ايه اللي المفروض يعمله اللعيب الغطس الصغير؟ التمرين يركز فيه، ما يجيش يلعب، ما يهزرش. وقت الجد جد، وقت الهزار هزار، واكيد بيبقى فيه هزار في التمرين يعني، وفي جد اكيد طبعا. الاغلب جد طبعا اكيد. والحاجات الاجتماعيه دي ما لهاش علاقه بالتمرين. ما شاء الله عليك بجد، ربنا يوفقك يا شهد. شكرا. كابتن طارق اجي لك، يمكن اكيد في دور مهم ورا بقى الناحيه الفنيه وهو التعاون مع الجهاز. يعني عندنا كابتن وائل عزت طبعا رئيس جهاز العاب الماء، ننزل بقى بالشجره لغايه ما نوصل للمدربين الصغيرين. كلمنا عن التعاون والهارموني اللي بيحصل ما بين الجهاز وبعضه. بص يا هيثم، هو في حاجه مهمه جدا. الفتره اللي فاتت دي في اجراءات بتمشي روتينيه، فعشان نعمل الكلام ده كان لازم يبقى في انجاز اداري. الانجاز الاداري ده اللي هو يا جماعه انا مش هستنى شهر، لا انا عايز الحاجه دي في خلال اسبوع. فالحاجه دي كانت بتوصل في 3 4 ايام. لا في انجاز كبير جدا 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 من رئيس الجهاز ودعم طبعا. طب خلينا ناخد عبر الهاتف دايما كل انجاز بيكون معانا، وعمره ما بيحب يظهر قدام الكاميرا بصراحه. انا بتكلم يعني احنا بنقعد نتكلم معاه كتير ودايما يقول لا خلوا اصحاب الانجاز هم اللي يطلعوا، خلي اصحاب الانجاز هم اللي يتكلموا. وليه دور كبير جدا وظابط المنظومه الحقيقه في العاب الماء بشكل كبير. كابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء، اهلا بيك يا كابتن وائل. باشمهندس وحشني والله، وانا ببقى سعيد بالمكالمه الجميله اللي انت بتكلماني من شيء لاخر. يا رب دايما يا كابتن. انجازاتكم اللي بتتكلم يا كابتن وائل، والله مش احنا، والله انجازاتكم فعلا في قطاع العاب الماء حاجه تفرح بصراحه. ربنا يخليك. وده مش برضه زي ما انت حضرتك قلت، ده مش انجازي، ده انجاز الناس اللي قدامك. جايز من اول العام بتاع حمام السباحه لغايه الكابتن محمد فاضل اللي هو نائب رئيس الجهاز. انا مجرد سبت في منظومه احنا كلنا بنحترم بعض وبنشتغل عشان اسم النادي الاهلي وعشان الابطال اللي قدام حضرتك. الكبير دايما بيكبر اللي حواليه، وانت يا كابتن وائل طول عمرك كبير والله يا كابتن. وانا بقول الكلام ده يعني لان انا فعلا ده يعني شعوري، ودايما علاقتي بيك علاقه يعني اخ، مش بس معايا لا، ده انت مع النادي كله. كابتن وائل خلينا نتكلم في الغطس بشكل يعني بشكل يعني مكثف شويه. المشروع ابتدى من 5 سنوات وحضرتك خططت مع المجموعه كلها للي احنا فيه دلوقتي. يعني الخمس سنوات باختصار يا كابتن، باختصار كده. اتفضل يا كابتن. سريعا كده، احنا كان لينا تارجت، انت عارف حضرتك احنا في حاجه اسمها اداره وفنيات. احنا كان لينا تارجت اولا كابتن طارق، يعني كان من الدور المهاجره. احنا هو اصلا ابن النادي وبطل النادي، هو اللي ربنا جعله سبب بعد ربنا ان احنا نعمل الشغل ده مع كابتن عمرو، مع كابتن فاضل، ان في منظومه اداريه ومنظومه فنيه. الحمد لله الاثنين كان في تعاون بينهم وسيط. جبنا الابطال اللي حضرتك شايفهم دول، اشتغلنا عليهم منظومه بقى في الاجهزه المعاونه، مدربين من ناس جمباز، من ناس بتوع فتنس، كل حاجه.
نعم. اشتغلنا والله احنا لسه والله انا بشكر كابتن عمرو برضو عاملين اللي هي الدراي لاند دي شفناها في نادي هليوبوليس ونادي الجديد عملناها بالجهود الذاتيه. صحيح. ارتقينا بالمستوى ابتدينا نشتغل كل واحد بيشتغل في المنظومه دي عشان نوصل النهارده ان احنا في الثلاث منافسات براعم ناشئين عمومي ان احنا واخدينهم كلهم مجهود ناس تعبانه صبح وليل ناس بتفكر ما بننامش موضوع كبير انا بشكر الناس اللي قدامك دي كلها تعبت بشكر طارق بشكر مها بشكر شهر مش عارف مين معاك في الرابع علي معايا يا كابتن علي معايا بشكرهم جدا بشكر الناس اللي هتقابلهم بشكر الناس اللي بتسمعنا بشكر ناس كل اللعيبه اللي موجوده كل دول مجهود بشكر الاداريين بشكر كل الناس انا وبشكرك على المستوى الشخصي عشان انا بحس ان احنا المجهود ده ما بيروحش هدر حبيبي يا كابتن ان انت تلتقي بالناس دي وناس تعرفها يعرفوا مدى المجهود اللي هم عملوه وازاي بيشرفوا النادي الاهلي حبيبي يا كابتن واسمح لي بقى احنا اللي نشكرك يا كابتن وائل على مجهودك وعلى دعمك الكبير كبير والكبير بيكبر اللي حواليه بشكرك يا كابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء الحقيقه من الشخصيات الكبيره والجميله جدا بشكرك يا كابتن وائل يمكن زي ما حضراتكم شفتوا يعني كابتن وائل بيتكلم على جهازه بيتكلم على فرقته بيتكلم على لعيبته هو اكبر يعني داعم ولكن دايما ورا الكواليس هو ده الكبير بتاعي يا كابتن يعني زي ما حضرتك بتقول بالدور ده مع لعيبتك هو كمان بيقوم بالدور ده معاك وانتوا كجهاز ولاعيبه فدايما زي ما حضرتك بتقول الشكل الهرمي ده موجود دايما في النادي الاهلي شكل ده حقيقي انا ما عملتش الانجاز ده لوحدي ولا كابتن وائل اللي عمله لوحده هو زي ما هو حاسس لا انا حاسس ان الناس اللي تعب اللي تحتيه واللعيبه والمدربين لا هم التنفيذيين هم اللي بينفذوا القرارات بتاعتنا فالقرارات بتطلع هم بينفذوها احسن ما احنا عايزين والله يا كابتن يعني روح حلوه ويكفي ان احنا النادي الاهلي الروح اللي موجوده في الكوره هي اللي موجوده في السله هي اللي موجوده في الغطس وده دورنا كبرنامج الابطال ان احنا نبرز مجهودكم وشغلكم ممكن ما نبقاش احسن ناس بس الروح اللي عندنا اقوى من اي حد الله ينور عليك يا كابتن خليني ارجع لك يا علي برضو يمكن عايز اتكلم في الناحيه الدراسيه وفي ناحيه الـ 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 التمرين بتوفق ازاي ولا الوضع بيبقى ماشي معاك ازاي هو وقت الدراسه برضو المدربين مش بيضغطوا علينا قوي بيبقوا فلكسبل اكتر شويه والحمد لله عاده البطولات بتيجي في وقت لحد ما مناسب بعد الامتحانات على طول بس بيدوك فتره تتمرن وكده ف بنتعامل الحمد لله طب يعني انت بتبقى يجي عليك وقت تتضايق ان كل حياتك ميه ودراسه ونط وفتنس ولا شايف ان الحياه دي حياه حلوه؟ اتضايق ليه؟ دي حاجه انا حاببها ودي رياضه مش بلعبها غصب عني. عايز اقول لك انه يعني حاجه جميله جدا واحنا عاملين تقليد طبعا معاك وكباتن يمكن ما هي اول مره تحضر التقليد ده ان احنا بنحتفل مع ابطالنا بنجيب تورته يا كابتن ونقعد كلنا نحتفل بس خلينا بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين لازم نحتفل بالفرقه دي ولازم نحتفل بابطالنا دول لان هم عملوا انجاز لا يقل ابدا عن اي فريق كبير على مستوى العالم نطلع لفاصل ونرجع نكمل احتفالنا بهؤلاء الابطال.